ما تقيش بيتي التنمية الاجتماعية. جئنا إلى هنا لمساندة جمعية شباب نهضة زناتا برئاسة الزميل أبو صابون من أجل نسخ العمل البيئي برولة سيدي أحمد بن الشون التنظيف ديالها اللي كاين داش في إطار احتفالات اليوم العالمي للأرض، اللي هو بالمناسبة كنشيدوا بهذه الأعمال وهذه المبادرات اللي كتجعل من هذه الفضاءات والتنقية ديالها والصيانة ديالها، خاصة أنها هناك إهمال وهناك كذلك ضيق المساحات. ومن شأن هذه المبادرات أن تخلق العديد من الفضاءات، خاصة أن الروضة كتعرف اختناق متوفر مجموعة من اختناق لانها اصبحت غير قادره على استيعاب مجموعه من الجنازات من بلديه عين حروده من ساكنه ولاد الحوض دوار جديد دوار حروضات بني الشوق والنواحي. اذا كنغتنم من هذه المناسبه اللي هي المناسبه البيئيه باش كنطقوا ناقوس خطر، وكنطالبوا الجهات المسؤوله المجلس الناس الجيده تخصيص اراضي محاذيه للروضه من اجل توسيع ديالها، ايمانا منا باش الروضه تستوعب الساكنه اللي هي في تكاثر والمقابر والمقبره اللي هي بقات محدوده.